اهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية انشاء تصميم خاص بمدرسة اهلية او هو تصميم خاص بالتعليم بشكل عام. تابعونا. اهلا بكم من جديد. طبعا هذا الاعلان وجميع الاعلانات الخاصة بالسوشيال ميديا افضل مقاس هو المقاس المربع، وطبعا راح نعمل مقاس مربع من خلال الذهاب الى تخطيط، ومن ثم الحجم، ومن ثم نجي الى احجام الورق الاضافية. طبعا العرض 21 سنتيم والارتفاع راح يكون ايضا 21 سنتيم، ومن ثم موافق. الان راح ندرج الخلفية الخاصة بالتصميم، وننوه انه جميع الصور المستخدمة في هذا التصميم ستكون مدرجة ومرفقة مع هذا الفيديو، بامكانكم تحميلها بشكل مباشر. طيب نضغط على هذه الصورة كليك ايمن، ومن ثم من التفاف النص نختار خلف النص حتى تكون الصورة حرة وقابلة للتحريك. طبعا راح تكون بهذه الطريقة. الان راح نجي الى ادراج صورة، وطبعا راح نضيف هذه الصورة وهذه الشخصية حتى نحركها بسهولة. راح نضغط على كليك ايمن ومن ثم التفاف النص، وراح تكون امام النص. طبعا راح تكون بهذا المقاس، ممكن تكبر قليلا ولكن هذا المقاس مناسب. جيد، الان راح نضيف اسم المدرسة من خلال اضافة مربع نص، رسم مربع نص، وراح نكتب مثلا مدارس البراق الاهلية. طبعا راح نغير حجم ونوع الخط يصبح بهذه الطريقة، وطبعا من تنسيق التعبئة راح تكون بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. جيد، هذه هي الصورة. طبعا نضغط عليها كليك ايمن ومن ثم التفاف النص، وتكون امام النص. راح نكبرها بهذه الطريقة. جيد، الان راح نخليها الى الخلف من خلال نضغط عليها كليك ايمن وارسال الى الخلفية بهذه الطريقة. طيب ممكن نستنسخ هذا النص، وطبعا نكتب خصم بهذه الطريقة. طبعا ممكن انه نصغر النص قليلا بهذا الشكل، وطبعا نستنسخ النص. طبعا ممكن نغير انجليزي. وطبعا راح يكون بولد وبلون ابيض بهذا الشكل، وطبعا الخصم راح يكون بلون ممكن يكون اصفر اللي هو مقارب للون التيشيرت. جيد، الان راح نكتب المميزات او الامتيازات هنا بهذه الطريقة بهذه المنطقة. طبعا راح نصغر الحجم ونكتب مدرسين أكفاء. طبعا ممكن نضيف نص إضافي بهذه المنطقة، مثلا النموذجية. ممكن يكون بهذا اللون اللي هو اللون الأزرق، وطبعا لا بأس انه ننطي ظل بهذه الطريقة. مثل ما لاحظ اصبح عندنا اعلان بسيط واحترافي بنفس الوقت.